عملية الاكس راي برودكشن بتحصل داخل الاكس راي تيوب. الاكس راي تيوب بيبقى فيها كاثود بيعمل جنريشن للالكترونز، بيحصل لها اكسلريشن عشان تخبط في التارجت، والتارجت ده بيبقى معمول من ماتيريال زي تنجستن كده، بتبقى من اللي بنسميها المعادن الثقيله. المعادن الثقيله بيبقى الارقام الذريه بتاعتها بتبقى كبيره زي ما احنا شايفين كده، بيبقى فيها عدد كبير من الشيلز من المدارات بتاعت الالكترونات الموجوده في الذره، وبالتالي بيبقى فرص الانتر اكشن بتوين الالكترون اللي جاي من الكاثود بيخبط في التارجت مع التارجت نفسه بتبقى عاليه. بيبقى في عندنا نوعين من الانتر اكشنز بيحصلوا. النوع الاولاني اللي هو الاهم بنسميه البريمس شترالونج اكس راي. البريمس شترالونج اكس راي الحقيقه هو اهم انتر اكشن بيحصل عندنا، وهو ده اللي يعني بيدينا الاكس راي سبيكتروم اللي هو اللي يهمنا. البريمس شترالونج معناها ديسيلريشن اوف الكترونز. ديسيلريشن معناه ان احنا دلوقتي الالكترون اللي جاي لنا من الكاثود لما بيخبط في الذره نفسها بيحصل له تباطؤ، يعني سرعته بتقل علشان يعني بيتفاعل مع المجال بتاع الذرات بتاع الالكترونات الموجوده عندنا داخل الذره، وبالتالي سرعته بتقل، وسرعته بتقل طبعا واتجاهه بيتغير. وبالتالي بنتكلم على فارق الانرجي من الديسيلريشن ده بيطلع عندنا في شكل اكس راي فوتون بنسميه لو انرجي بريم شترالونج اكس راي، لما يكون في حاله ان الديسيلريشن ده قليل. لو حصل الديسيلريشن ده كان كبير وحصل تغير كبير في اتجاه الالكترون بروجكتايل الالكترون بيطلع لنا هاي انرجي بريم شترالونج اكس راي. طبعا احنا عندنا عدد كبير جدا من الالكترونات بتخبط في التارجت، وبالتالي بيطلع عندنا براكتيكالي كونتينوس سبيكتروم في كل الاحتمالات الممكنه. في عندنا ممكن البروجكتال الكترون يفقد حاجه قليله جدا قرب الصفر من الانرجي بتاعته، وممكن يفقد الانرجي بتاعته كلها. بيطلع عندنا السبيكتروم اللي هو بنسميه البريمس شترالونج اكس راي سبيكتروم دوت، بياخد كل القيم، وطبعا بيبقى عنده بيك معينه بتبقى لها مكان معين، بتبقى غالبا في وسط السبيكتروم، يعني في وسط السبيكتروم مش في اوله ومش في اخره. وده بيعتمد طبعا على شكل السبيكتروم، بيعتمد على نوع الماتيريال نفسها. لو احنا عندنا مثلا تنجستين بيطلع شكله عامل كده، لو عندنا مولبدينم بيطلع شكله عامل كده، وطبعا واضح ان في فرق هنا في اعداد الفوتونز اللي بتطلع من انواع مختلفه من التارجتس. نوع الانتر اكشن الثاني هو بنسميه الكاركترستيك راديشن. الكاركترستيك راديشن ده بيحصل فيه ان الالكترون اللي جاي دوت بيخلي واحد من الالكترونات اللي موجوده في المدارات الداخليه في ذره التارجت يخرج من مكانه ويسيب الذره خالص، وبالتالي بيتم تعويضه من احد الالكترونات الموجوده في المدارات الخارجيه. الفرق في الانرجي بين الاثنين في عمليه التعويض دي بيخرج ككاركترستيك اكس راي. احنا بنسميه كاركترستيك عشان هو بيعتمد على نوع ذره التارجت، يعني كل ذره بيبقى لها فروقات محدده بين المدارات بتاعتها، وده طبعا بيبقى يعني بيبقى كل واحده بيبقى لها يونيك سبيكتروم مختلف عن الاخرى. وبالتالي بيطلع عندنا هنا مثلا بالنسبه للمولبدينم هنلاقي ان السبيكتروم لاين سبيكتروم هنا موجود عند 19 كيلو الكترون فولت، عند التنجستين بنلاقيه عند 69 كيلو الكترون فولت. ممكن عندنا كمان يحصل مالتيبل انتر اكشنز عشان نعوض الالكترون اللي طلع دوت عن طريق عدد من المدارات مش مدار واحد، وبالتالي ممكن يطلع لنا كذا كاركترستيك اكس راي راديشن. وده طبعا يعني اللي يهمنا طبعا هو اللي موجود عندنا في الرينج بتاع التصوير اللي هو من حوالي من 20 لغايه 120 كيلو الكترون فولت تقريبا يعني. Practically الكاركترستيك اكس راي راديشن ده عباره عن لاين سبيكتروم، يعني موجود في انرجي محدده جدا واحده بس. ده براكتيكالي ملوش اي قيمه بالنسبه للتصوير، هو يفيدنا بس علشان لو احنا عايزين نحلل الاكس راي نعرف التارجت ماتيريال نفسها نوعها ايه. انما اللي يهمنا في الاساس هو البريمس شترالونج اكس راي اللي هو ده اللي بيدينا الانف فوتونز عشان يقدر يجنريت الصوره. فباختصار نقدر نقول على الاكس راي برودكشن بيبقى في عندنا عمليه البريم شترالونج بتبقى بيحصل فيها الاكس راي بيبقى بروديوس when a projectile electron is slowed by the nuclear field of the target atom nucleus. يعني بمعنى احنا بنتكلم على الفيلد بتاع الداخلي اللي هو داخل الذره بتاعه التارجت بيعمل سلوينج داون او بيعمل ديسيلريشن للبروجكتايل الكترون، وبالتالي ده بينشا عنه خروج لفوتون بيساوي الانرجي اللي يعني فقدت من الكينيتيك انرجي بتاعه البروجكتايل الكترون. ففي الدايجنوستيك رينج الموست اكس رايز ار بريمس شترالونج اكس رايز، يعني احنا في الدايجنوستيك رينج اللي يهمنا
هو بيسكلي البرنس شارم اكس رايز، هو ده اللي احنا بنستعمله براكتيكالي في التصوير. النوع الاخر هو الكاركترستيك اكس رايز. الكاركترستيك اكس رايز ار ايميتد وين ان اوتر شيل الكترون فيلز ان انر شيل فويد. يعني بيسكلي احنا بنتكلم على ان احنا يعني البروجكتايل الكترون خلى احد الالكترونز الموجوده عندنا في انر شيل يعني يفقد من مكانه، وبالتالي بيتم تعويضه من اوتر شيل الكترون. وبيسكلي التعويض دوت بينشأ عنه خروج فوتون عشان فرق الانرجي بتوين الديفرنت يعني شيلز دي بتساوي كام، وبالتالي بيبقى كاركترستيك للماتيريال نفسها اللي مصنوع منها التارجت. Practically only the key characteristic X-rays of tungsten are useful for imaging. Useful مش معناها ان احنا بنصور بيها هي بس، لا، هي موجودة عندنا في الرينج بتاع التصوير، انما practically هي موجودة او مش موجودة practically ما بتفرقش معنا في حاجة في التصوير. احد الحاجات اللي لازم نحطها في اعتبارنا بشكل كبير هي ان 99% من kinetic energy بتاعت البروجكتايل الكترونز بتفقد في شكل حرارة مش بتفقد في شكل X-rays. يعني بمعنى الانتراكشنز اللي بتحصل بيبقى 1% بس هو اللي بينشأ عنها تحول الانرجي بتاعت الكينيتيك انرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز دي لاكس رايز، الباقي بيتحول لحراره داخل التارجت. عشان كده بعد كده لما نيجي نتكلم على تصنيع التيوب بتاعت الاكس راي هنتكلم على نوع التارجت نفسه، ان هو لازم يتحمل درجات حراره عاليه، ولازم يبقى في عندنا طرق علشان نخلي الهيت ديسيبيشن او فقد الحراره اللي بتنشا عن الانتراكشن دوت، لازم يكون في عندنا طرق عشان نتخلص منها علشان يفضل عندنا الاكس راي تيوب ما يحصلهاش دامج.